وسط عروض وألعاب نارية مبهرة، افتتحت العاصمة اليابانية طوكيو دورة الألعاب الأولمبية 2020 بحضور أقل من 1000 شخص على غير المعتاد في نسخة استثنائية يحكمها الوباء وإجراءاته الاحترازية. ويتنافس أكثر من 11,000 رياضي من 207 دول خلال الأسبوعين القادمين، من بينهم 450 لاعباً ولاعبة من الدول العربية. وفد الإمارات حضر حفل افتتاح الأولمبياد 32 بالطبع، حيث رفع السباح يوسف المطروشي علم الدولة، وحضر الحفل شهاب أحمد الفهيم سفير الإمارات لدى اليابان، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية. اللجنة الأولمبية الإماراتية سبق وكشفت أن الوفد الرسمي الذي سيمثل الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو يتألف من 18 شخصاً، بينهم 6 رياضيين من ضمنهم لاعبة واحدة، ويشارك الرياضيون في 4 ألعاب هي الجودو وألعاب القوى والرماية والسباحة. وبدورها شاركت أكبر بعثة أولمبية في تاريخ المملكة العربية السعودية في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 بعدد بلغ 33 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 رياضات مختلفة، وهو أكبر عدد من الرياضات تشارك فيه المملكة على مدى تاريخها الأولمبي الذي بدأ في ميونخ 1972. وقد تأهل السعودي حسين علي رضا إلى ربع نهائي مسابقة فرد التجذيف لدى الرجال في أولمبياد طوكيو من خلال منافسات الملحق السبت، حيث حل في المركز الثاني مع تسجيله توقيت 8:06. محتاجين دعم عشان مش بس نوصل للأولمبياد، نوصل لمنصة التتويج في الأولمبياد إن شاء الله. ستنافس البعثة السعودية في عدد من الألعاب في الأولمبياد على غرار الجودو وألعاب القوى والرماية والسباحة، سعياً للحصول على ميداليات تضاف إلى الميداليات 6 فقط التي تملكها المملكة في أولمبياد سيدني 2000 ولندن 2012.